ثانية. والحاجة دي يعني احنا بنشوفها دايما قعدات كده فسحة، مع احترامي طبعا دي بين ظفرين يعني كلمة فسحة دي، وتلاقي واحد غير مؤهل بالمرة انه يتكلم على الشاشة، يعني ما يتكلمش ويطلع ويتصدر صورته ورأيه وكلامه وطريقته واسلوبه وشعره وقصته كلها على المشاهد، حاجة في منتهى العبث. للأسف هذا اللاعب، يعني للأسف أنا يعني محرج وأنا بقوله، هو سيء الذكر، مفيش حاجة سيئة بتذكر في تاريخ كرة القدم المصرية غير لما تجيب اسم هذا اللاعب، وللأسف هو دلوقتي بيطل علينا كمقدم لبرنامج وصاحب رأي وبقول آراءه في لعيبة الدوري المصري. ولكن الراجل ده واخد اتجاه ضد نادي الزمالك في أي حاجة مع أي لاعب. شفنا كلامه في فترات كتيرة جدا على الكابتن عبد الله السعيد، وقال لك عبد الله السعيد مش هياخد بطولة بره الأهلي. أنا بقول لك الكلام اللي قاله هذا على لسانه يعني. اتكلم بعد كده على كابتن شيكابالا، وقد ايه ان الكابتن شيكابالا ده يعني مش عاجبه كابتن شيكابالا، عامل له يعني مشاكل. بعديها دخل في اتجاه ثالث مع زيزو، فبيقول ان زيزو لعيب عادي، لعيب محلي، لعيب ما مش دولي. طيب انا عايز اقول لك حاجه، وللاسف اسمك دايما كان أكذوبة بالنسبة لكل الناس اللي بتفضل تقولك ده لو كان، أنا آسف يعني بين قوسين، محترم كان بقى ليه شأن تاني. طب احنا آسفين حضرتك ما كنتش كده، ما كملتش مسيرتك، مسيرتك كلها سلبية وسيئة، فانت ما كملتش يعني، أو كملت في حتت بقى صعبة جدا وفضلت تتنقل من نادي لنادي. انت تاريخك كله جبت 24 هدف في حياتك وعملت 14 اسيست، دي قصتك في تاريخ حياتك مع الانديه اللي لعبت لها ومع منتخب مصر. انا عايز اقول لك ان الرقم ده 24 هدف و14 اسيست، يعني ممكن يكون زيزو عملهم في موسم واحد من المواسم اللي فاتت. الراجل بقاله 3 4 سنين أحسن لاعب في مصر باعتراف جمهور نادي الزمالك أو أي جمهور تاني، مفيش حد هيكدب عينيه. ولكن أنت تطلع علينا وتقول لنا أنت ما ينفعش يا زيزو تعمل كده، أنت ما ينفعش تقول كده، هو أنت فاكر نفسك مش عارف إيه؟ فدي كارثة. لو أنت ما بتعرفش تقيم يا أخي اتكلم عن اللي تعرفه، ما هو دي مشكلة إن الآراء دي بتتصدر للجمهور، فالجمهور يقول لك آه ده كان لعيب كورة فالكلام بتاعه مصدق. لا طبعا، وللأسف يعني حالة من العبث بنشوفها في البرامج اللي شبه دي، ناس بتقلل وناس بتقول أي كلام وناس عشاق للترند.